مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. كيفكن؟ شو الاخبار؟ كيف الصحة؟ كيف العيلة؟ كيف الشغل؟ كيف المود؟ كيف كان اول نهار بالاسبوع؟ كيف كانت عطلة اخر الاسبوع؟ يا رب تكونوا بالف خير، بالف صحة، وبالف عافية، وصباح السعادة، وصباح الفراشات، وصباح الشهد، وصباح العسل، وصباح الورود، وصباح الياسمين، وصباح بساتين الفل على عيونكم. بعد ما قلت المرحبا، هيوج بيج فات جاينت تحية لأصحابنا وأحبابنا وأهلنا بالعراق. ليش العراق؟ لأنه مع الأسف تقب ولا الخرم اللي عندي بالذاكرة ما ذكرت البلد بالفيديو اللي عملته من كام يوم، وأنا باعتذار شديد الاعتذار، وأنا اعتذرت بهذاك الفيديو، قلت إذا نسيت أي بلد فأعذروني. أجان بكرر أسفي واعتذاري لأهلنا وحبايبنا بالعراق، أنتم موجودين معنا بقلبنا وبروحنا وبعقلنا، فما بدي حدا يزعل. هذا هو الجزء الثاني من مفضلاتي ولا أجود الميك أب أرخيص يلي هو دراغ ستور. عملت الجزء الأول، حكيت عليه على الفونديشن، الباودر والباودرز، الفونديشنز، الكونسيلرز، الهايلايترز. هذا الجزء رح نحكي عن التتمة يلي هي الآي شادوز، الإقلام، الحمرات، آيلاينرز، ماسكاراز إلى آخره. فكيب أون واتشين. نبلش بالآيلاينرز. أنا شخصيا بحب الايلاينر يكون هندي داندي، يعني يلا في ثواني. كلياتنا بربطة المعلم نقول شو هو الايلاينر المفضل لدي. It's not a secret anymore. من عند ايسنس هني اثنين، هيدا the old edition ولا القديم. انا سمعت و 90% من الناس بيقول it's discontinued. في صبية ولا اثنين قالوا لي انه بعده موجود. اذا فيكن تلاقوه هيدا القديم من عند ايسنس، it is wow، نيالكن. بس هلأ جبت الاديشن الجديد ولا النسخة طبعا الجديدة يلي هو على ازرق، في منه العادي هيدا waterproof واسمه liquid ink. انا بحب مش الديب، الفرشي تبع الديب I don't like it at all. مش معناته انه وحشة ولا سيئة، بس انا ما بحبها. بحب الريشة لانها بتعطيني more of a precise line، تعطيني خط كتير محدد، خط كتير رفيع. هيدي انا، مش معناته انه تاني سيء، بس this is my favorite eyeliner بالنسبة لي. لما رحت اشتريته، بتعرفوا هيدول الفاني فيديوز لما حدا بيروح على سوبر ماركت وبيلاقي شيء بيحبه دايما out of stock بيعمل هيك وبيجر. exactly انا عملت نفس الشيء، ما تركت ولا حبي فيه. بالمقابل للصبايا يلي بتحب الفرشة تبع الديب، في هيدا من Wet n Wild H2O proof، يعني waterproof. هيدا الايلاينر من Wet n Wild جبته لاني شفته بفيديو عند نوراس ستار. She is a very 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 known YouTuber. She is a sweetheart. حكيت عليه بكذا فيديو عندها. سواده كتير مركز. It's a long lasting طبعا waterproof، رائع جدا جدا جدا. للصبايا يلي بتحب eyeliner in a pot ولا الجل لاينر، انا حكيت عن هيدا من كام فيديو يلي من عند النكس. It is awesome. بتنزل بسهولة. Doesn't feather، يعني ما بيصير مثل ريشة هيدول الخطوط. It doesn't bleed، ما بيدمي. في طبعا موجودين اللوريال وريمال إلى آخره، بس أنا عم بقلكن البرودكتس اللي بيعجبوني أنا شخصيا. ماسكاراز أول وحدة وأرخص وحدة من عند إيسنس اسمها فوليوم ستايلست 18 hours ماسكارا. كتير رخيصة، extremely budget friendly. بتعطي feather like رموش تبنيهن، بس بتخليهن مثل الريشة، حلوة كتير. doesn't crumble، يعني ما بتتفتت، رائعة.
بكل المقاييس وبكل المعايير. انا اي نعم صار لي زمان ما عم بستخدمها, but I have my own reasons, وهلا احكيلكم ليش. فرشيكم الفرشاي تبع الايسنس فيها فايبرز على فكره هاي, فبس لا تاخذوا ان ايديا ولا فكره عن الموضوع. Next one, البديل الارخص ل better than sex ولا better than love mascara من عند بنفيت, يلي هي من عند لوريال البارادايز اكستاتيك ماسكارا. ريشتها بهيك الشكل, اتس وايلد يعني واسعه, كمان بتعطي نفس الافكت تبع ايسنس الفيدري, رموش مثل ريشه, كايند اوف افكت, ات از ريلي ريلي نايس. نيكست ماسكارا ذا وينر ماي فيفورت, صراحة بطلت بدي اشتري اي ماسكارا نهائي لانه كتير بحبها. لهي كلياتنا بنعرف شو هي ال 3D ماسكارا من عند سيبل, ضلني عم اشتريها over and over and over. هيدي الماسكارا انا بشتريها من مصر, مني متأكدة اذا موجودة هون بالامارات ولا بغير بلدان. الفرشة تبعها اول ما اشتريتها جتني غريبة جدا, very unusual, وما عجبتني, بس بعد ما استخدمتها كذا مرة عرفت the secret behind it. الماسكارا جاي عريضة من قدام ومن ورا من الطرفين ومن النص, it's curvy, وذلك لما بنحطها ولا بنستخدمها بتعطي فوليوم أكثر لقدام ولأول العين وآخر العين, فبتعطيها توسيعة. الخامة ولا الفورمولا is magnificent. أنا رموشي ما عندي رموش, هي بس رمش وربع ولا رمش ونص زائد شعر, they are blonde, فبدي لون بدي كثافة بدي طول. لما بستخدمها 2-3 حتى 4 coats بيطلع رموش للسطح. فيكن تستخدموها مرة واحدة for more of a natural look, فيكن تستخدموها قد ما بتكون for a fuller look, لدرجة انه مبينين. ولا انا رموشي لما بستخدمها كذا مرة ولا محط layer up and layer up and layer بيبان كأنه ملزق رموش. It is wow, my favorite mascara, drugstore ولا high end ولا اذا بدي اختار بس وحدي, it's definitely Cibel 3D. ننقل للعيون the waterline, بس بالتحديد الكحل البيج ولا النيود. عندي اثنين, في واحد ثالث ياي لقيته معلش. الكحل الابيض ولا النيود, اول واحد من عند ايسنس اللي هو هيدا, عندهم لونين, هاي جاي شوي على بينك, they are very creamy, they are very buttery, ما بيجرحوا العيون, زائد extremely budget friendly كتير, يعني سعرهم بتصور بدولارين يمكن ولا 3 دولارات. the next one من عند كيكو ولا كايكو على حسب انتو كيف تنطقوها, it is the perfect nude, كمان very buttery مثل الزبدة, واللون the true nude, رائع جدا. الكايكو لا مش كلياتهم, بس نيود از واحد. ثالث واحد من عند Forever 52, الألام تبع العيون يلي عندهم كلياتهم بكل الالوان بكل الاشكال, المات الشيمري البلوز الجرينز, كل الألام عندهم جودتهم لا يعلى عليها. فاذا بدكم شيء الرينج تبع السعر متوسط Forever 52 حتى كاتريس نفس الشيء, بما انهم اثنيناتهم نفس المادر كمباني, اذا بدكم شيء كتير على قد الجيبي فديفنتلي ايسنس. بدي اعملكم سواتشز بس لا تشوفوا Forever 52 مثل الزبدي مثل الزبدي, مش معقول قديه ناعمين, بذات الوقت اللون كتير مركز. هيدا الكايكو ولا الكيكو نفس الشيء, it is battery, بس الفوريفر 52 انعم منه. اخر واحد تبع ايسنس exactly the same thing, التكشر ولا الفورمولا تبع الاثنين الايسنس والكايكو ولا الكيكو كتير متشابهين بالاحساس, بس هاي مثل ما قلت بالاول عاتي على بينك. الام الحواجب رح نبلش من an oldie but a goodie, من زمان من تقريبا 12 سنة وأنا عم بستخدمه, للأسف البراند بطلت موجودة هون بالإمارات, كل ما بنزل على مصر بجيبها يلي هي Art Deco. عندهم تصور شي لونين ولا 3 ألوان للحواجب, ألم الألم, أنا كتير بحب الألم على فكرة, I'm an old school. هيدا هو اللون عاطي شوي على رمادي, it's an ash blonde, الألم very waxy مشمع منه dry,
ورقة مي في ولا هيدي الدرجة رقم 6 من عند كيكو ولا كايكو رقم تبعه 01 it is a blonde color. أنا بالأمانة بغير الألوان تبع حواجبي يا إما أش بلوند يا إما بلوند يا إما ريد هيد يا إما أوبرن يا إما تشوكلت يا إما لايت براون فكل هيدول الألوان بقدر نزلهن أنا عندي المقدرة يعني فرق بين الاثنين اي نعم رقم واحد الارت ديكو كولد اندرتون يعني الاندرتون تبعه بارد بينما الكيكو ولا الكايكو دافي it's a blonde بس warm undertone في ألمين من عند النكس اول واحد يلي هو سكوير تصور هيدا خلص كانوا عندي 3-4 كلياتهم خلصوا يلي سكوير من فوق لانه عندهم نوعين أنا عندي لونين اش براون و البلوند اي ثينك ولا الاوبرن ما عم لاقيهم بس شكل القلم من برا هيك مثل ريشه لانه في اثنين السميك زائد في الجديد يلي جبته من كم اسبوع الدوبليكيت تبع الاناستازيا بيفرلي هيلز وجربته قدامكم ولا استخدمته اي ثينك قدامكم I'm not quite sure بس anyway كتير 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 رفيع أرفع من هيك ما في I guess ولا في I think في بالسوق رح نحكي عليه بعدين لونه رهيب جدا حتى الكواليتي ولا خامته It is awesome هيدول تبع نيكس مشمعين They are extremely waxy long العستين ما بيوقعوا الحواجب مثل ما بيعمل ولا مثل ما بيعملوا كتير اقلام ورانج تبع الوان رهيب جدا ننقل للاي شادوز اذا بدكن شيء على قد الايد على قد الجيبة بس منيح لانه نحن هون بهيدا الفيديو كلياتنا عم نحكي عن القصص المنيحة يلي جودتها فوق الافرج افرج نحن ما بدنا اياه بهالدقيقة الـ very first choice يلي حكيت عليهم تصور بأول السنة باليتات من عند Wet n Wild هيدول الاثنين أنا جبتهم بأول السنة جربتهم كذا مرة they are really 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 good للأسف مش أخدين حقهم بالسوشيال ميديا مش كتير ناس بتحكي عليهم في عندهم 4 باليتس ولا 4 باليتس Wet n Wild نزلوا باليت كبيرة بالسايز تبع المورفي اي ثينك يعني اذا بتعرفوا سايز مورفي باليتس نفس الشيء بتصور اتس ليميتد اديشن وبتصور انه موجوده بس باليو اس عندي حقد هيك حقد وحسد صغير على اليو اس اسميهم هاي اللي فيها على اخضرات وعلى براونات اسمها كونفورت زون تاني وحدة يلي فيها كمان على براونز وشيمري وبتصور هيدا على مارون على أسود نيود أويكنين إذا بدكن ريفيو مفصل ولا استعمال هون الفيديوهات موجودة بالقناة رح تلاقوها بأول اسم My favorite مش لأنه رخيصة not at all مش لأنه الألوان حلوة not at all بس لأنه أحسن خامة أنا مجرباها بالتوازي مع ناتاشا دينونا هيدي الجملة أخذت عليها طوب ليوم الطوب بس هيدي هي الحقيقة كلياتنا نقول لأنه الصبايا إذا متابعيني من زمان رح يعرفوا عم بحكي عن Forever 52 هيدي البراند للأسف مش أخذ حقها بالعالم العربي I'm not sure إذا it's an international brand على فكرة ولا براند عربي بس أنا بعرف أنه موجودة بمصر وموجودة هون بالإمارات هيدي الباليت عقد ما قلكن بحبها على قد ما فيني اديها حقها الصبايا يلي بدها الوان ترابية بس very funky colors مثل هيدا الازرق ومثل هيدا الاخضر هيدي الباليت is just wow الخامي تبع الاي شادوز it is powder to cream شو معناته بدنا نحكي شوي فورمولا الميك اب لأنه هذه القاعدة تنطبق على الفونديشنز الباودرز هايلايترز البلاش إلى آخره بس رح نحكي على الآي شادوز آي شادوز الخامة تبعهم يا إما باودر يا إما كريم بس رح نحكي عن الباودرز as
باودرز. في باودرز بس بننزل اصبعنا فيهم ولا الفرشاي وي ابلاي ذم ولا بنحطهم بيصيروا ولا بيتحولوا من باودر الى نوعا ما كريم. ما عم بحكي كريم كريم الكريمات نو بس تكستشر الخامي تبعهم. وهيدول بالنسبه لي من وجهه نظري احسن خامي لانه بيصيروا عم بيندمجوا بسهوله بيتمددوا بسهوله. فينا نستخدم اصابعنا فينا نستخدم الفراشي على حسب نحن شو بدنا. وهذا بينطبق على الفوريفر 52. اي نعم هني باودرز بس بننزل ايدينا فيهم ولا بس نستخدمهم بيصيروا فيري كريمي. وهدول دي ار لايك باتر وبحبهم كثير. البيجمنتيشن تبعولهم عالي جدا البلندبيليتي. يا فرحتنا نشيل ننزل اي شادو بدنا ندمجه ما يندمج حتى لو كان اللون بيجنن وبيعقد. زائد بيندمجوا مع بعض لانه في باليتات وغالي تحطوا اول لون بتنزلوا تاني لون بدكم تمجزوهم مع بعض بيضلوا هيدا الخط يعني محدد اللون الاول واللون الثاني and it's very appealing. هيدي الباليت بالذات انا قلتها كذا مرة بتشبه كتير للتروبيك وللتروبيكال باليت اللي ما عم بقدر احفظ اسمها من عند ناتاشا دينونا. وتأكدت مش بتشبه تأكدت انه احسن من هيديك الباليت لما كانت بالسلف ريجز بالستاند تبع ناتاشا دينونا. the best اصبعي بهيديك الباليت وللأسف كتير مختلفة عن الباليتات التانية. and I'm so happy and glad انه ما اشتريتها لانه كنت رح انفقس اعلان. Forever 52 عندهم باليتات كبيرة عندهم هيدا السايز من الباليتس وعندهم باليتات اصغر وعندهم الباليتات اللي فيها اربعة اي شادوز. they are extremely extremely budget friendly لكل الازواق. عندهم كذا نوع من كل باليت بينزلوا ثلاث اربع اشكال ولا ثلاث اربع ثيم من الالوان مختلفة. في نيودز في الترابيات في الفانكيز الالوان على احمر على اصفر على اورنج البرايت كالرز. بالنسبة لي هيدول خصوصا هيدي الباليت او ماي جاد او ماي جاد. هيدا الاسود هيدا الاسود اكثر لون اسود شفته بحياتي. هيدول اللونين الاخضر والازرق ولا الاخضر والازرق they are awesome they're very long lasting. كنت بالزمانات عملت سواتش لهون معليش سامحوني هلا انا ما بدي انزع ايدي لانه عملت سواتش من هون الالوان طلعت بالمطافي. the very very long lasting this is my favorite palette. تخيلوا كل الكات فون دي والتارت والانستازيا بيفرلي هيلز الخ 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 كلياتهم تحت. وهي انا بالنسبة لي دايما منزلها بنفس الليفل بالناتاشا دينونا. ومعروفة قدي ناتاشا دينونا اي شادو باليتس قدي الخامي توب نوتش. نيجي للحمرات ولا الليبستيكس. رح بلش الصبايا اللي بدهن حمرات على قد الايد ذات الوقت الديسكريت من الديسكريت بس حمرات بيزيك اكستريملي بيزيك نوت لونج لاستين كريمي. انا شخصيا في عندي بس اثنين مؤخرا مش بس مؤخرا كتير مرات بنزلهم لاني شفافي متدمرين يلي هني من عند ايسنس. بدي ارجع اذكر هدول الحمرات دي نوت لونج لاستين فدايما عندي بجزاني ساعة ساعتين برجع نزل من هون بيرطبوا شفايف بذات الوقت بيعطوا لون اجين من عند ايسنس. هيدا هو شكلهم كتير 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 حلوين كتير ما فيكم تتخيلوا قدي انا بيعجبوني لانه دي ار كان اوف ا جيرلي ليبستيكس. عم بقوله وانا عم بتبسم. ارقام هون فاتح رقم 8 يلي اغمق رقم 18. رح نعمل سواتشز هيدي المرة رح ارفع ايدي لفوق لتشوفوا الفرق. هيدا هو اللون الفاتح. دي ار اوسم دي ار اوسم. زائد ما بيقشروا شفايف لانه في سمتايمز حمرات حتى وانهم باتري بس بعد شوي بيصيروا عم يقشروا. الالوان رائعة جدا وعلى فكرة عندهم ريحة very pleasant. فهيدول هني اللونين. اذا بتكون شي
على قد جيبي بس حلو الايسنس نيود من عند اماندا هيدا اشتريته لما كنت بمصر حلو كتير it is buttery it's the perfect nude and it is matte هيدول مش فيهم لمعة بس دي are buttery it's the formula اللي تحت it is kind of buttery but nude عاطي على matte and I love this color nude with a cool undertone ولا a cold undertone شوي على lilac شوي على purpley شوي فإذا بتكون شيء على قد جيبي the perfect nude من عند أماندا ورقمه 183 كاشمير again أنا عم بعملكم هيك لتقدروا تاخدوا a screenshot 183 كاشمير إذا بتكون درجة deeper نيود من عند شو هيدا Forever 52 أنا بعرف إنه Forever 52 بس عم دور عليها وينها الاسم مكتوب جوا كورال نيود with the warm undertone هيدي الحمراء It's very drying إذا عندكم the perfect lips منهم مقشرين وبدكم شيء مات at the same time ناشف مش رح اقول جدا بس بصراحة انا ما بقدر هلا الناس تقول لي انه شفافي متدمرين بدكم شيء على كورال الفوريفر 52 ورقمه ولا ما عم بفهم ليش البراندات بينزلوا رقم طويل HTM 025 وفي رقم تاني R179 هيدا هو الاسم ولا هيدا هو الارقام ثلاث سطور من الارقام One more time هيدا هو اللون حلو كتير بس للاماني انا كتير بحب الاماندا الاماندا مهول Another nude من عند Maybelline New York Color Drama رقمه 630 هني الجامبو Pencils وهو اللي كنت منزلاه أنا مبارح ومنزلاه اليوم حلوين و very buttery الألوان are awesome طلعوا قديه مركزين يعني مش بدنا نحفر بالمرة they're very 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 buttery and creamy and it is the perfect nude كمان with a hint of warmth هيك في شوية دفء another nude another jumbo pen من عند forever 52 رقمه أنا رح موت من هالقصص FL13 Fox Lima 13 كأنه قاعدين بمطار هذا هو شكله كمان نفس الشيء نفس الفورمولا تقريبا بس على انشف هيدا is more of a creamy texture هيدا تبع الفوريفر 52 نفس اللون بنفس الدرجة بس على مات It's exactly نفس الدرجة رح انقلكم نقلة صاروخية على الوان غامقة اللي انا بتعجبني اثنيناتهم نفس الشيء من عند فوريفر 52 وعند ميبيلين بس الالوان على برغندي يلي من عند ميبيلين نفس اللاين كالور دراما بس رقمه يلي عم شدشد في شعري منه 310 باري ماتش نفس الفورمولا it is matte بس المات طلعوا قدي حلو الصبايا اللي سألتني على البرغندي كالورز والألوان الغامقة في أحلى من هيك ما في أحلى من هيك they're very creamy very buttery بذات الوقت الألوان مركزة ومنها باتشي ما بتبقع لأنه الألوان الغامقة سهل إنه يبين فيها التبقع The next one وأنا رافع إيدي يلي من Forever 52 رقمه FL04 One more time الأرقام ما بتبان هون هلا العكس اللون غامق كريمي وإنما مات نفس الدرجة بس هيدا على كريمي وهيدا على مات they're long lasting وأي Another nude color, another budget friendly من عند Essence ولا اللاين إنه عندهم كذا lines اسمه Vibrant Chalk Lip Paint رقمه 01 Voyeur هيدا هو شكله بيجوا تانين على Metallics بس هيدا لا اللون رائع جدا بيجي بفرشاية ريحته
نوعا ما سويت، بس مش هيدي السويت البليزنت، بس ريحة بتروح بعد شوي. إذا بتكون شي كريمي، إذا ما بتحبوا الستيكس بتحبوا الحمرات يلي بفرق شاي طلعوا. This is the perfect color, the perfect nude, بس كريمي، تخلوه شوي بينشف. Next one يلي نسيته منيح اني تذكرتهم، مش هاي، هاي ماسكارات الحواجب. انا مفضلتي دائما وابدا كانت الفوريفر 52 ورقمي فيها 03، لان الجل يلي جوا بستخدم فرشايي وبرسم فيها حواجبي اند مشطهم فيها. بس ماي نيو فيفوريت اسمها فاشن براو 24 hours، نفس الشيء رائعة جدا. اجان الصبايا اللي عم تسألني كل فيديو بقلكم بليز فوتوا عند مرمر واسألوها من وين بتجيبها ولا من وين بتشتريها، لانه انا I have absolutely no idea. هيدي الماسكارا it's 24 hours، كنت مسافرة فعلى السفر وعلى الصحيان بكير، ضليت 24 ساعة ما نمت ولا 24 ساعة وانا في الطيارة وهون وهون وهون، ضلت في مطرحها ما تحتحت ولا تزعزعت. الخامي بتجنن، اللون واو، I love it, I just love it. ورقم يلي أنا بستخدمه 01، it's extremely blonde، بس هيدا الأشقر الحلو يلي بيعطي dimensions للحواجب وهو اللي أنا نزلاه هلا. فهيدول هن كل المنتجات يلي على قد جيبي بس من مفضلاتي ويلي أنا بشوفهن أحسن شي موجود بالخانة البادجت فريندلي وخانة دراغ ستور. طبعا هيدا رأيي الخاص وانا عم بشارككم معي فيه. بدي هلا اروح مسح كل هيدول الالوان كلياتهم. The colors are awesome. هيدا رو it's the perfect nude. زيدوا عليهم هاي تبع الايسنس. I love it. I really love it. Anyway، يا رب يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك، تشتركوا بالقناة، وبوسي كتير كبيرة وحضن كتير كبير. و thank you so very much for watching، وبشوفكم بفيديو جديد لأنه رح أعمل نفس الشيء بالنسبة للهاي أند. وبس خلص الهاي أند رح أعمل سلسلة the best and the worst في الميك اب. كل براند رح أختار item واحد بالنسبة لإلي أحسن شيء، ونفس البراند لنعمل بالانس أسوأ ميك اب. وقولوا لي إذا عجبكم هيدي الايديا، وثانكس ا مليون فور واتشين. باي باي.